السلام عليكم، كدرت ولبس عليكم. نتمنى تكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال، تكونوا على خير وبخير. اليوم جيت نكمل معكم هاد الخديمه ديال الجنب اللي كتجي هنايا بالعقيق، فلي سبق ليا ودرت معكم الدرس ديال الفتحه ديال الطوق وكيفاش بديت هاد الخدمه من هنايا. المهم دابا ان شاء الله غادي نكمل معكم هاد التجنيب هذا ونوريكم هاد الخديمه هذه كيفاش كتجي هكذا بالعقيق. ونتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى ان شاء الله تساندوني وديروا لي لايك وديروا لي ابوني ان شاء الله، وتتبعوني في القناه ديالي متواضعه. وكنشكر البنات بزاف اللي متبعيني، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الدرس. المهم غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. كيف ما سبق ليا وقلت لكم، انا هنايا خدمت في هاد الجنيبه هذه وهذه قدامكم، يعني طلعت شويه وكنت قلت لكم غادي نعاود نكمل ان كنطلع خدمه حتى الفوق ونعاود ان شاء الله نخدم معكم هاد الجنب هذا كيف ما وعدتكم. دابا ان شاء الله غادي نبداو هاد الجنب هذا. المهم على بركه الله، انا من بعد ما خدمت هنايا ومشيت وجيت، دابا غادي نبدا ندير بسم الله هكذا. يعني عندكم الاختيار، بغيتوا تضربوا هنا في الثوب وتمشيو وتجيو هي هذيك، بغيتوا تبداو من هنايا عاوتاني كذلك ومثال، بحال تقريبا، يعني بحال. انا غادي كنفضل انني نبدا هنا في الثوب باش تبان ليا الجمعه ديال الطوق بحال هكذا كيف ما كتشوفوا. المهم ان شاء الله نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. بسم الله على بركه الله، غادي نبداو. المهم هي غريزه ديالي هنايا، عندي انا هنايا دايره ثلاثه ديال الغرزات، واحد جوج. غادي نحاول نقرب لكم الكاميرا باش تبان لكم مزيان الدقات. ها جوج، دابا نحاول نضرب هنا. ها هي، غادي نخلي هاد الغرزه هادي حيت ضاربه في هاد الغرزه ديال اللي طلعت بهم من هنايا، نضرب هنا هادي. ها هي عفوا، وغادي هكذا نحاول. غادي نرجع دابا، غادي نرجع، ما غاديش نضرب في الثوب، وغادي نرجع بحال هكذا وثاني كذلك ومثال هنا، غادي نرجع. بالنسبه لهنا ما غاديش نرجع حتى لهنا حتى للراس، غنرجع نضرب كيف رجعت من هنا، نرجع من هنا نضرب هنا وغادي نرجع نضرب هنا في الراس عاوتاني. وها هي الهرم ديالي. دابا بلاصه ما غادي نضرب هنا، غادي نعمر عقيقه. نتوما شوفوا كيفاش غادي نعمر عقيقه. كما سبق لي وقلت لكم، انا عندي ليبره هنايا رقم 11، هي اللي كتدخل لي هاد العقيق المكركب، يعني المهرس اللي مكركب، يقولوا المهرس ولكن هو كيكون مكركب. دابا فاش ضربت هكذا غادي نرجع لهنا وغادي نضرب، غادي نزير العقيقه ديالي عادي، وغادي نعمر هاد العق الغريزه. ها هي اللي خلي هاد الغريزه هادي، وغادي نعمر عقيقه عاوتاني بهاد الطريقه هكا. المهم دابا من بعد ما ركبت العقيقه عاوتاني غادي نعبر تقريبا، غادي نخلي واحد جوج ثلاثة أربعة، وغادي نضرب هنا. ها هي عادي، الضربة ديال الراندا عادية، وغادي نجي لهنا، غادي نتخطى هاد الغرزة هادي وغادي نجي لهنا وغادي نعقد على الليبرة، على عفوا على العقيقة هكذا صافي، وغادي نرجع لهاد الغريزه هادي. ها هي نضرب فيها ونرجع نعمر هنا في راس في فوق العقيقه ونرجع عاوتاني.
نعمر هنا، نعمر هنا فوق العقيقة، ونرجع لهنا وسط، ونرجع عاوتاني لهنا في الوسط، نضرب ونضرب هنا عاوتاني في الوسط، نرجع لهنا. وها هو الهرم ديالي، شفتوه كيفاش جا؟ دابا عاوتاني غادي نعمر عقيقة عقيقة، وغادي نحسب واحد جوج ثلاثة أربعة، نضرب في الرابعة، وغنزير الخيط، نزير وبنفس الطريقة نرجع عاوتاني لهنا، ونضرب هنا، وهاهي واحد الغريزة، ها هي فين هي. المهم الخيط تزير ليا داكشي علاش مبقاتش بانت لي. وغادي نعمر عاوتاني بنفس الطريقة عقيقة، وغادي نضرب هنا، نحدد هنا، ضروري غنمشي نفس المسافة، ضروري من نفس المسافة اللي بين هادي، غتكون بين هادي وبين الأخرى، يعني بحال هنايا هانتوما كتشوفو نفس المسافة قد قد. وغادي نرجع مع الزيار، ضروري من الزيار هكذا، ونضرب مباشرة، غنرجع لهاد البلاصة هنايا، وغادي نضرب، وغادي نكون عقدة، ومن هانيت غنزير على العقيقة باش متبقاش تمشي وتجي، ونضرب في الوسط، هاهي كاينة غريزة هنايا في الوسط، ونرجع لهنا، ونرجع ونعمر عادي، وغادي نرجع هنا البنات، ها هنا هاد الغريزة هادي لهنا، يعني انا درت نفس الغرزة اللي درت هنا، ها هي هنا. دابا غادي نرجع في هادي، ها هي هنا في الوسط، غنضرب هنا في الوسط، هانتوما شفتو كنمشي بنفس العبار، كنمشي من لهنا ونرجع لهنا، ونرجع عاوتاني فاش نمشي لهنايا كنخلي غرزة هنا، ونخلي وحدة اخرى هنا، ونرجع للوسط، فاش كنرجع للوسط كنرجع غير لهنا، وندير غرزة، ونرجع فيها هاني هي النيت لهنا، وندير غرزة، ها هي شفتوها، دابا غادي نعمر عاوتاني عقيقة ديالي عادي، ندير واحد جوج ثلاثة هاربعة، يعني ها الرابعة، غنزير ونعمر هنا، ونرجع للغريزة ديالي ها هي، ونرجع لهنا، وغادي نرجع نعمر هنا، دائما مع التزيير ديال الغرزة، ونرجع مباشرة نعمر هنا في هاد الخوية هادي صافي، باش نزير العقيقة، هاي زيرت العقيقة دابا، ونضرب، كاينة واحد الغرزة هنايا كتبقى ليا. المهم البنات بالنسبة لهنايا راه كاين ثلاثة ديال الغرزات، كنخدم على ثلاثة الغرزات، نرجع نضرب هنا في راس العقيقة، وإن شاء الله يكون الدرس مفهوم وتفهمو، وغادي نرجع مغاديش نضرب في الخدمة، نرجع لهنا، نضرب عاوتاني هنا، ونرجع ونضرب في الوسط في الغرزة الثانية، ونرجع هكذا هكذا، ها هو الهرم ديالي تصاوب، ها هو الهرم، شفتوها كيفاش كتجي،
من كتجي زوينه. عاوتاني بنفس الطريقه نعمر العقيقه ونحسب واحد جوج ثلاثة، ها هو الرابعة. وهكذا غادي نستمر حتى نكمل الخدمة اللي عندي. وهاد الخدمة بحال هكذا يمكن لكم انكم ديروها في شي سلسة ديال الجلابة، في الهبطة، في الهبطة ديال شي قفيطين، ولا في شي جلابة خفيفة مثلا، باغيين شي جلابة خفيفة يعني يمكن لكم ديروها في، كتجي هكذا في بالعقيق زوينة. هانتوما كيفاش كتعطي واحد المنظر زوين بالعقيق. نفس المسافة غادي نخلي ونضرب هنا. انا باقي ان شاء الله مع بهاد الخدمة هذه غندير معكم الدرس ديال دورة العنق والكمام، يعني باقي ان شاء الله غادي نخدمها معكم. المهم نتمنى ان شاء الله نكون الشرح مفيد واستفدتوا معايا في هذا الدرس هذا. المهم نستمر حتى نكمل الخدمه ديالي، وكنتمنى البنات ان شاء الله تدعموني وديروا لي لايك وابوني ان شاء الله. وشكرا للبنات كاملين اللي كيتبعوني وكيعجبوهم الدروس ديالي، كنشكركم البنات كاملين. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى نكون عن حسن الظن ديالكم. كيفاش كتجي في الجناب ديال الخدمه.